اتفضل، عايزين نطمن عن حاله اللاعب النفسيه وعن تفاصيل الواقعه. والله يا كابتن مؤمن زكريا، حالته النفسيه طبعا صعبه جدا بسبب الواقعه اللي حصلت، وان الناس بتحاول تتاجر في مرضه. طبعا هو كابتن منتخب مصر وكابتن نادي الاهلي، وخلينا نقول ان الحاله النفسيه بسبب القصه دي، هو ليه شهره وليه شعبيه جماهيريه سواء للشعب المصري او المنتخب او النادي الاهلي او الزمالك. لكن هو فكره ان توصل لمرحله ان هم يتاجروا بالمرض بتاعه، ده تاثير سلبي جدا حتى على حالته النفسيه ومرضه. هل اللاعبين استغلوا فعلا شعبيته وشهرته وشهروا بيه؟ مين يا فندم؟ المتهمين. والله المتهمين واضح ان الواقعه مدبره، ومن الادله اللي موجوده في الاتهام بالنسبه لي الاتهامات الموجوده في المحكمه او في النيابه، والنيابه احالت المتهمين. لا، في الادله. بس هم قالوا في التحقيقات ان هم فعلا عثروا على طلاسم واعمال سحر للكابتن وصور. بالفعل، بس هي المتهمه ان هي كانت محضره، هي وباقي المتهمين الادوات. بس عايزين نفكرنا بس المتهمين ان هم وايه هم اتهامات كل واحد. والله المتهمين زي ما نظف امر الحاله الترابي ومحمد عمر وامنيه ومصوراتي واللي هو ماهر، وفي حد تاني برضو من ضمن المتهمين مش متذكره حاليا. بنتكلم عن تفاصيل المحادثه ما بين امنيه والمتهم الاول، اللي هما التخطيط للسحر قبل وقت العزل. والله هو التخطيط باين من يوم 7/9 ان النيابه فرغت في تحياتها ان في رسائل بينها وبين حكيم او عباس، شهرته عباس اللي هو ابن التربي، في رسائل مصوره على الواتساب بالنسبه لصور الكابتن مؤمن زكريا متبادله فيما بينهم من يوم 7/9 قبل الوقت. وده بداية تمهيد لطباعة الصور دي عند المتهم الخامس اللي هو ماهر زكريا، اللي هو صاحب الاستوديو. فهم ابتدوا يحضروا جريمتهم قبل تاريخ الواقعة. حضروا الجريمة من يوم 7/9، والواقعة حصلت يوم 29. الواقعة حصلت تقريبا يوم 26 او 25 حاجة زي كده، لان هو كابتن مؤمن يوم الاربع توجه للمقابر الساعة 10 مساء وتقابل مع المتهمين كلهم. هما طلبوا فلوس ولا ده كان تمهيدا؟ هو كان تمهيد. هو كابتن مؤمن قال ان ما طلبش فلوس لغايه اخر لقاء، لكن هو كان بدايه مرحله تمهيديه اللي هم يطلبوا فلوس. وهم طلبوا فلوس من خلال ريام سعيد، وهي اشارت اليه في البرنامج الكلام ده، ان هي طلبوا 5 مليون جنيه عشان يدوا لها الفيديو بتاع كابتن مؤمن اللي اتصور من غير ما يضرب. يعني هو داخل مقابر المتهم محمد عمر، صوره وصور كل اللي حصل بدون علمه، ولما كابتن مؤمن شاف الكلام ده طلب منه انه يمسح الصور والفيديوهات، وهو قرر ان هو يمسح فعلا الصور. حضرتك هتدعم ده ان شاء الله يعني في الجلسه؟ والله هنشوف سر الدعوه ايه النهارده ان شاء الله، وعلى حسب ظروف الجلسه ان شاء الله. واتفاجئ كابتن مؤمن ان الحاجات كلها اتنشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. اتفاجئ يوم السبت ان الحاجه كلها اتنشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، واتفاجئ بالمتهم محمد عمر بيذيع حلقه مع ريام سعيد بيتكلم عن السحر. حضرتك اتكلمت مع مؤمن زكريا، كان ايه حالته النفسيه لما لقي في ناس بتتاجر في مرضه يعني؟ والله خلينا نقول هو حالته النفسيه صعبه جدا، وهو متماسك، وان شاء الله باذن الله نتمنى له الشفاء ان شاء الله، الشفاء العاجل باذن الله. وان شاء الله باذن الله يقوم ويرجع احسن من الاول باذن الله. طب نعرف التهم اللي وجهها كابتن مؤمن زكريا للمتهمين؟ والله النيابه العامه نزلت الاتهامات النهارده، حاله المتهمين بتهمه شراء فلسطين على اموال الكابتن مؤمن زكريا، والحاجة التانية انتهاك حرمة العقل الخاصة من خلال الصور والفيديوهات اللي هم نشروها على موقع التواصل الاجتماعي واللي ظهرت على الشاشات بدون علمه وبدون اذنه، ونشر اخبار كاذبة على موقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات، وحضر قدام النيابة وقدم اقوال. ايه هي اقواله؟ بس الاقوال والله حكى القصة زي ما حصلت، ان هو جاله مكالمة تليفونية من احد اقارب زوجته، وموجب المكالمة دي زوجته قررت له بالواقع ان في الناس اكتشفت ان في سحر معمول في المقابر، ولما اكتر من حد تواصل مع زوجته وقرر لها ان فعلا موجود السحر ده، هو توجه المقابر يوم الاربعاء بالليل الساعة 10 وخد والده معاه وخد اثنين من اصدقائه وراحوا شافوا الدنيا دي كلها زي ما بتقول في التحقيقات. كلمنا عن تفاصيل سر ذكر كابتن مجدي عبد الغني في القضية. كابتن مجدي عبد الغني ملوش ذكر في القضيه خالص، وملوش ولا اتهام ولا ذكر كشاهد او اي وقع، هو بعيد تماما عن الوقع. هو بس المتهمين يمكن يكونوا ادخلوا اسمه لتحقيق الشهره، وان هو طبعا كابتن مجدي عبد الغني حد لامع وحد ذو تاريخ رياضي. على كده المقابر اللي لو فيها السحر بتاع الكابتن؟ نعم. على كده المقابر اللي لو فيها السحر بتاع الكابتن؟ لا، كابتن مؤمن زكريا ما عندوش مقابر. ايه هدف المتهمين من اختراق الوقع؟
والله ممكن يكونوا متهمين عشان خاطر ممكن يكون كابتن مثلا اليوم مقابر هناك او حاجه، او هم حاولوا ان هم يستغلوا اسم كابتن مجدي عبد الغني ويزق بيه عشان يعمل شهره ويعمل الترند ويقدروا يحققوا اكبر مبلغ مالي من الارباح. ايه دفع المتهمين في اختراق الوقت؟ والله طبعا دفع مادي، وان هم عايزين يعملوا ترند ويتشهروا، وان هم يحققوا ربح مادي من خلال اذاعه الصور الفيديوهات دي. هم طلبوا اي فلوس في المرحله الاولانيه؟ ما طلبوش، بس هو كان تمهيد ان هم يطلبوا فلوس بعد. هل هم تقاضوا اي مبالغ ماليه من اي حد لاذاعه الصور؟ هم المتهمه امنيه قالت ان هي طلبت من مدير اعمال المذيع ريام سعيد 100,000 جنيه عشان تحضر معاه في الحلقه، وبالفعل المتهم محمد عمر اللي هو زوج امنيه حضر وذاع الحلقه مع ريام سعيد. طب واخد فلوس؟ في عندي معرفش.